وأينما كنتم أسعد الله صباحكم وأهلا بكم لأخبار الرياضة من جولة الصباح والتي نستهلها من محلياتنا. فضمن بطولة المخيمات لكرة القدم المقامة حاليا بتنظيم الهيئة العامة للرياضة والشباب في سوريا وترعاها الكتلة الوطنية الجامعة أقيمت مباراتان مؤجلتان من الدور الأول بسبب الظروف الجوية الصعبة. في المباراة الأولى فاز العميد على الهلال بسداسية لهدف وحيد، وفي المباراة الثانية تفوق رام سبورت على الجهاد بسبعة أهداف لثلاثة، وبذلك يتأهل عن منطقة كلس كل من فريقي العميد ورام سبورت اللذين سيتواجهان بالدور ربع النهائي. يذكر أن مباراة وحيدة من بين مباريات الدور الأول لم تقم حتى الآن بسبب الظروف الجوية، وتجمع فريقي فيران شهير وجيلان بينار على أن تقام هذه المواجهة بأقرب وقت ممكن. وبالرغم من هذا التأجيل إلا أن مباريات الدور الربع النهائي ستقام ضمن موعدها المحدد مسبقا والمبينة وفق الجدول المرفق. ستجمع قمة عربية في انطلاق دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يلتقي العين الإماراتي مع الشباب السعودي، بينما يعود النصر بطل السعودية للظهور بعد غياب 4 سنوات. فعلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين سيحاول صاحب الأرض الفائز باللقب في العام 2003 سيحاول تعويض خسارته المحلية المفاجئة بهدفين لواحد أمام الفجيرة بالدوري المحلي، لكنه سيفتقد أحد أهم لاعبيه على الإطلاق. ومن المنتظر أن تتسبب الإصابة في استمرار غياب عمر عبد الرحمن المعروف بعموري الذي أعلن العين قبل يومين عن تمديد عقده لثلاث سنوات بأفضل عقد بالشرق الأوسط، لكنه في المقابل سينتظر الكثير من المهاجم الغاني الخطر أسم واجيان. أما الشباب الذي خرج من دور 16 لدور الأبطال أمام غريمه المحلي الاتحاد فلا يعيش أفضل أيامه على الجانب المحلي بعدما جمع نقطتين فقط بآخر 4 مباريات بالدوري ومنذ انتصاره على الاتحاد في كانون الأول الماضي. من آسيا إلى أوروبا وتحديدا إيطاليا، حيث عزز نابولي موقعه في المركز الثالث بالكالتشيو بعد فوزه 10 لاعبين على ضيفه ساسولو بهدفين نظيفين في المرحلة 24 من المسابقة. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم الكولومبي الشاب زاباتا بهدف لنابولي بعد مرور ربع ساعة من بداية النصف الثاني، وأضاف سلوفاكي مارك هامشيك الهدف الثاني في الدقيقة 70. ولعب النابوليتانا ب10 لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد المهاجم البلجيكي داريوس مارتينيز، ورفع نابولي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر. في مباراة أخرى فاز إنتر ميلان على ملعب مضيفه كالياري بهدفين لهدف واحد، بادر الأفاعي بالتسجيل عبر لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفازيتش في الدقيقة الثانية من مطلع النصف الثاني، وأضاف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي أضاف الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 68. ثم أخطأ حارس إنتر إخوان بابلو كاريزو وأسكن الكرة شباك فريقه في الدقيقة 74. بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر إلى 35 نقطة لينتقل من المركز 11 إلى المركز 6، بينما تجمد رصيد كالياري عند 20 نقطة في المركز 3 من القاع. اختتم فريق برشلونة الإسباني تدريباته على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعدادا لمواجهته في ذهاب دور 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشارك كل اللاعبين في الميران باستثناء المصابين البلجيكي توماس فيرمايلن والبرازيلي دوغلاس بيريرا، حيث لم يسافرا مع بعثة الفريق. وتأمل كتيبة البلوغرانا لتكرار نتيجة الموسم الماضي عندما تواجه الفريقان بذات الدور. أما فيما يتعلق بطرف المواجهة الآخر فإن السيتيزنز يتعلم الكثير في المسابقة الأوروبية العرق، لكن مواجهته ضد الكاتالان توفر فرصة لإظهار أنه منافس حقيقي. وكشف خروج السيتي الموسم الماضي عن نقاط ضعف في تشكيلة جيدة بما يكفي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها لا تزال تفتقر للقدرة على المنافسة مع أفضل الفرق في أوروبا. لكن هذا العام يدخل السيتي المواجهة بتفاؤل أكبر، حتى وأنه سيلعب بدون لاعب وسطه البارز يايا توري باستاد الاتحاد، إذ سيكمل لاعب ساحل العاج إيقافه في 3 مباريات عقب طرده أمام تشسكا موسكو الروسي. وبعد تلاشي تفوقه من الناحية الإبداعية خلال الأشهر الأخيرة، عادت السلاسة الهجومية للسيتي بقوة، وسحق نيوكاسل يونايتد بخماسية بيضاء في البريمير ليج.
نبقى بالقارة العجوز، حيث يأمل يوفنتوس الممثل الوحيد للكرة الإيطالية بدوري أبطال أوروبا، يأمل في العبور إلى دور الثمانية على حساب منافسه الألماني في دور 16 بورسيا دورتموند. ويهيمن اليوفي على الموسم الحالي من الكالتشيو، لكنه قد يحتاج إلى نقلة نوعية في مباراة الذهاب لدور 16 من دوري الأبطال في مواجهة مضيفه دورتموند الذي بدأ يستعيد توازنه بعد مسيرة كارثية في البوندسليغا، إذ حقق الفريق الأصفر 3 انتصارات متتالية محليا ليلتقط أنفاسه بعد ابتعاده بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط في ظل مساعي النادي الألماني للعودة إلى المكانة التي كان عليها في 2013 حينما تأهل لنهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام مواطنه بايرن ميونخ. بينما يتصدر فريق السيد العجوز ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما. في عالم التنس تأهل الفرنسي ريتشارد غاسكي المتصنف 27 عالميا بين محترفي كرة المضرب، تأهل إلى ثاني أدوار بطولة دبي إحدى منافسات رابطة محترفي التنس ذات 500 نقطة بعد فوزه على الإيطالي أندرياس سيبي. تمكن غاسكي من التغلب على سيبي بمجموعتين لواحدة في مباراة استغرقت 2 ساعة و1 دقيقة. وبفوزه هذا يحقق غاسكي انتصاره الخامس على اللاعب الإيطالي من أصل 6 مباريات جمعت بينهما. كما تأهل إلى الدور الثاني المصنف الثاني عالميا السويسري روجر فيدرر بعد فوزه على الروسي ميخائيل يوجني بمجموعتين دون رد في مباراة استغرقت فقط 57 دقيقة. ويعد هذا الظهور الأول لفيدرر منذ الخسارة في 3 أدوار بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى على يد الإيطالي سيبي. ومن المقرر أن يواجه فيدرر حامل اللقب في 2 أدوار البطولة الفائز من المباراة التي ستجمع الإسبانيين فرناندو فيرداسكو وغييرمو غارسيا لوبيز. الحسناء شارابوفا والوسيم ألونسو، وقبل ذلك البرتغالي ناني في سياق التقرير التالي. بداية جولتنا مع اللاعب البرتغالي ناني الذي بكى متأثرا بعد أن سجل هدفا رائعا من مسافة 30 مترا لصالح فريقه سبورتينغ لشبونة في مرمى فيسنتي بالدوري البرتغالي لكرة القدم. وبدأت قصة الهدف عندما سيطر جناح منتخب البرتغال على الكرة من رمية جانبية برأسه، ثم أطلق تسديدة هائلة ذهبت في الزاوية العليا للمرمى في منتصف الشوط الثاني، وغلب التأثر على ناني وكان يبكي بشكل واضح بينما أحاط به زملائه. وقال ناني للصحفيين: هذا الهدف مثل أي هدف آخر، تلقيت الكرة ورأيت المرمى وسددت وكنت محظوظا. وأضاف لاعب المان يونايتد السابق الذي ولد في الرأس الأخضر ومر بطفولة صعبة في لشبونة بعد هجرة أسرته للبرتغال: فكرت في نفسي وفي كل شيء مررت به، إنه أمر شخصي لا أحد يعرفه. ونتحول لكرة المضرب، حيث أكدت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا الفائزة ب5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أنها لا تهتم هذه الأيام باستعادة قمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات مثلما كان عليه الأمر وهي أصغر سنا، لكنها تحلم بالفوز على الأمريكية سيرينا ويليامز المهيمنة على اللعبة. وتفوقت سيرينا على شارابوفا التي تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي لتفوز باللقب 19 لها في فرد البطولات الأربع الكبرى بنهائي بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي. ولم تفز شارابوفا التي صعدت إلى قمة التصنيف العالمي لأول مرة وهي في 18 من عمرها على سيرينا أبدا بتاريخ مواجهتهما. وقالت شارابوفا من منتجع أكابولكو قبل بطولة المكسيك المفتوحة السنوية: لم تعد أولوية كبرى مثلما كان الأمر وأنا أصغر سنا. وتابعت قائلة: واجهت أمامها الكثير من الصعوبات على مدار السنوات العشر الأخيرة وأحلم بالفوز عليها. ونختتم جولتنا من عالم السرعة، إذ أعلن وكيل أعمال السائق الإسباني فرناندو ألونسو أن سائق ماكلارين في حالة صحية جيدة وواع بعد تعرضه لحادث في حلبة كاتالونيا ببرشلونة خلال التجارب الاستعدادية لبطولة العالم للفورميلا 1. وتعرض ألونسو للحادث بعد أن أجرى نحو 20 لفة عندما خرجت سيارته عن الحلبة واصطدمت بالحائط، ونقل واعيا على متن سيارة إسعاف وهو بحالة ليست بالخطرة إلى المستشفى حيث يخضع لفحص طبي شامل.
نهاية أخبار الرياضة، عودة إلى هنا الأعرج والعائد بعد غياب المتألق فادي علوش، تفضل. شكرا يا معن.